هنكمل في موديل 2 من كتاب المعاصر يونت 1 في الالجبرا بريب 2 فيرست ستيب. كنا خدنا المره اللي فاتت سؤال تشوز كله، خدنا الخمس تشوز اللي منهم في السؤال الاول، وده سادس واحد. طب بيقول لي روت 4 وهنا نيجاتيف 2 انفينيتي. طب ثانيه واحده، روت 4 دي اللي هي 2. طب هل ال 2 موجوده في من نيجاتيف 2 انفينيتي؟ ايوه موجود، لان نيجاتيف 2 انفينيتي دي مش معناها ال 2 نمبرز دول بس، ده في من نيجاتيف 2 انفينيتي في النيجاتيف 1 وال 0 وال 1 وال 3 وال 3.5 وال 4.9، ملايين الارقام، فاكيد ال 2 هتبقى موجوده هنا، فعشان كده انا هختار ايه؟ في لوكس موجود. طيب تعالى كده، ده اديتيف انفرس اوف روت 7 ماينس روت 2. الاديتيف انفرس على مدار كل الساينس. طب واحد يقول لي روت 7 دي مالهاش ساين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا لها، كان بوزيتيف. الاديتيف انفرس يعني غير كل الساينس، غير كل الساينس، يبقى نيجاتيف روت 7 بلس روت 2. طب لو كان قال لي ذا كونجوجيت، كونجوجيت كنت هغير الساين بتاعت النص بس، روت 7 بلس روت 2 وخلاص. طب لو كان قال لي مالتيبليكيتيف انفرس، مالتيبليكيتيف انفرس، المالتيبليكيتيف انفرس هو اللي هيبقى قصه، لان هعمل ايه؟ ده اصلا روت 7 ماينس روت 2 ده كان كانه اوفر 1، يعني هو اصلا كانه كده روت 7 ماينس روت 2 اوفر 1. فالمالتيبليكيتيف انفرس انا هشقلبه، يعني هخليه 1 اوفر روت 7 ماينس روت 2. طيب ودي كنا بنعمل لها ايه؟ ما ينفعش الاقي تحت في الدينومينيتور يعني روت 7 ماينس روت 2 كده، فكنت بضطر اعمل كده روت 7 بلس روت 2 كونجوجيت كده، روت 7 بلس روت 2، بعمل حاجه اسمها كونجوجيت. طيب الكونجوجيت ده بيفيدني في ايه؟ هي روت 7 بلس روت 2، بحط روت 7 بلس روت 2. ال 1 تايمز روت 7 بلس روت 2 بتديني روت 7 بلس روت 2. ولما بعمل ده تايمز ايه اللي بيحصل؟ الروت 7 بتتعمل تايمز روت 7 والروت 2 بتتعمل تايمز روت 2. طب روت 7 تايمز روت 7 في 7، وروت 2 تايمز روت 2 بتو، في الاخر بيبقى روت 7 بلس روت 2 اوفر 5. ده المالتيبليكيتيف انفرس بتاع النمبر ده. طيب اللي بعدها بيقول لي ايه؟ ار بلس يونيون ار نيجاتيف. عشان اعمل كده، هو انا عندي اصلا الار بوزيتيف والار نيجاتيف والزيرو معاهم بيعملوا ار، يعني دول لو معاهم زيرو كانوا عملوا ار، لو معاهم زيرو كمان يعني لو في يونيون زيرو كان عملوا ار، ولكن هما ما معاهمش الزيرو، يبقى معنى كده ان دول عباره عن ايه؟ عباره عن الار لما شلنا منها الزيرو. اهو لان هما ما معاهمش الزيرو. طيب تعال نشوف دي. نيجاتيف 4 و6 ماينس ار بوزيتيف. يعني ايه اللي موجود عند دي ومش موجود عند دي؟ هي نيجاتيف 4 و6 دي معناها ايه؟ معناها واخده النمبرز اللي من نيجاتيف 4 لحد قبل ال 6 على طول. ايه اللي عندها بقى ومش عند الار بوزيتيف؟ الار بوزيتيف بادئين اصلا من اول زيرو اساسا، بادئين من بعد الزيرو، بادئين من بعد الزيرو، يعني من عند الزيرو كده ايه؟ اوبن لحد الايه؟ لحد ال 6 اهو. طيب يبقى هي الحته الزياده عندها ايه؟ الحته الزياده هنا ايه؟ اللي هي من نيجاتيف 4 لحد زيرو، من نيجاتيف 4 لحد زيرو، يعني انا مثلت فوق من نيجاتيف 4 ل 6 اهي، مثلت تحت الار بوزيتيف، الار بوزيتيف واخده ايه؟ واخده من بعد الزيرو مباشره، يعني الزيرو اوبن لحد الانفينيتي، دي الار بوزيتيف. فانا لما اجي اشوف ايه الحته الزياده فوق عن تحت، هلاقي الحته اللي هي من نيجاتيف 4 لزيرو، الحته اللي هي من نيجاتيف 4 لزيرو. طبعا نيجاتيف 4 كلوزد والزيرو كلوزد. طب بالنسبه لدي، the sum of real numbers in negative 3 و 5، negative 3 و 3 sum of real of real numbers in negative 3. طيب هو عايز طبعا ال real numbers، انا مش هعرف لو هو بيقول لي هات لي السم بتاع ال real numbers هنا، انا مش هعرف اجيبه. ليه بقى؟ يعني لان انت بتتكلم دلوقتي في ايه؟ ان انت عشان تعمل من negative 3 ل 3 في ملايين من الارقام ما بينهم. بس انا هلعب على نقطه كويسه قوي، ان من نيجاتيف 3 ل 3 مثلا لو بصينا على حاجه، انا الاقي هنا مثلا نيجاتيف 2 هلاقي زيه هنا 2، الاقي هنا نيجاتيف 1 هلاقي زيه هنا 1،
الاقي هنا زيرو. انا لما اجي اجمع دول ايه اللي هيحصل؟ النيجاتيف 3 مع ال 3 هتديني زيرو، النيجاتيف 2 مع ال 2 هتديني زيرو، النيجاتيف 1 مع ال 1 هيديني زيرو. يبقى معنى كده ان الصم بتاعهم هيعتبر ايه؟ هيعتبر زيرو. هيعتبر زيرو. سؤال جميل جدا يعني. طيب سوليوشن سيت اوف اكس بار 2 بلس 25 دي سهله قوي، 25 من عادي. يبقى اكس بار 2 ايكوال نيجاتيف 25. طب نيجي ناخد الروت، مفيش روت للنيجاتيف نمبر، يبقى السوليوشن سيت هتبقى ايه؟ هتبقى 5. السوليوشن سيت هتبقى 5. هو جايب لي دي فايند، دي سهله. 2 روت 7 ماينس 5 روت 2 بلس روت 7 بلس 5 روت 2. اولا هناخد ال 2 روت 7 مع بعض، يعني ده 2 روت 7 وده روت 7، كان دي قبلها 1. هنجمع بس 2 بلس 1 يبقى 3 روت 7. طب بالنسبه لبتوع الروت 2، الروت ده هو نيجاتيف 5 روت 2 وده بوزيتيف 5 روت 2، حطيتهم في ترانجل كده. دول لايك تيرمز عشان فيهم روت 2 زي بعض. ده هيتكنسل مع ده لان ده بوزيتيف وده نيجاتيف. يبقى هتطلع الفاينل انسر 3 روت 7. طب لو جينا بصينا على سؤال الانترفال، سؤال الانترفال زي ما اتفقنا نعمل نمبر لاين كده. نعمل الانترفال الاولى فوق يعني نيجاتيف انفينيتي 1، ادي نيجاتيف انفينيتي لحد ال 1. اهو دي اوبند والنيجاتيف انفينيتي اولوز اوبند. ماشي. طيب تعالى على الثانيه. نيجاتيف 2 و4، ادي النيجاتيف 2 هنا لحد ال 4 هنا كده. دي كلوز ودي اوبن اهو، ونوصل كده اهو. اول سؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي اكس يونيون واي. احنا قلنا اكس يونيون واي هناخد التلوين كله من اوله لاخره، يعني من نيجاتيف انفينيتي لحد فوق. يبقى انا ممكن على النمبر لاين ده اجيب ايه؟ اجيب كل الايه والفور اوبس. طيب لو قال لي اكس انترسكشن 1، يعني الحته اللي اشتركوا فيها، الحته اللي اشتركوا فيها دي من نيجاتيف 2 لحد 1، نيجاتيف 2 لحد 1، النيجاتيف 2 كانت كلوز وال1 اوبن. طب اكس كومبلمنت، ناخد اكس ماينس واي الاول. اكس ماينس واي يعني الحته اللي متلونه فوق عند الاكس ومش لونه عند الواي، هي الحته دي من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 2، من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 2. النيجاتيف انفينيتي اولويز اوبن، والنيجاتيف 2 اصلا كلوزد بنقلبها نخليها اوبن. طب لو قال لي اكس كومبلمنت، ادي الاكس اهي. كومبلمنت يعني الحته اللي فاضله لها بيضه، يعني الحته اللي عايزه تتلون. هي الاكس متلونه لحد ال1، انا هكمل بقى تلوين لايه؟ من ال1 للانفينيتي. الحته اللي هكملها تلوين دي هي الكومبلمنت، يعني المكمله. يعني من 1 لحد انفينيتي، انا محتاج الون الحته دي كمان عشان ابقى نونت النمبر لاين كله، محتاج الون كل دي من 1 لانفينيتي. فقال لك يبقى من 1 لانفينيتي، الانفينيتي اوبن وال1 هنقلبه نخليه ايه؟ نخليه هو اوبن نخليه كلوزد. لو جينا بصينا على دي سوليوشن سيت، دي سهله، هنودي ال 2 الناحيه دي، يبقى هاف اكس بار 2 ايكوال 7 بلس 3 هتدينا 10. اتخلص من الهاف ازاي؟ وديها بالديفايدد هاف. لو انت عملت 10 ديفايد هاف هتديك 20، يبقى اكس بار 2 ايكوال 20. طيب احنا عايزين نجيب السكوير روت عشان نخلص من البار 2 اهو، نحط بوزيتيف اور نيجاتيف، دي هتبقى اكس. طب ال 20 هتعملها ازاي؟ ال 20 نعمل لها فاكتورايز، او ممكن اجيبها على الكالكوليتر بصراحه. انا عايز اعملها بستبس، هنعمل 20 ديفايدد 2 10، ديفايدد 2 5، ديفايدد 5 1. احنا قلنا في السكوير روت بناخد من كل اثنين واحده، يعني هاخد من الاثنين دول واحده يبقى 2، وال 5 دي هتفضل تحت الروت. يا اما اجيبها على الكالكوليتر بصراحه هتطلع 2 روت 5، بس ما انساش بوست بول. يبقى السوليوشن سيت بتاعتنا بوست بول نيجاتيف 2 روت 5. طب لو جينا على دي، كان بيقول لي هاف اكس بار 3، 125 اكس بار 3 ماينس 3 ايكوال 5. هنودي ال 3 الناحيه دي بالبلس، يبقى هتبقى 125 اكس بار 3 ايكوال 8. نرجع نودي دي بالديفايدد. طب ما انا لو وديت دي ديفايدد هتبقى كده اكس بار 3 ايكوال 8 اوفر 125. نرجع ناخد الكيوبك روت عشان نخلص من الباور 3، يبقى الاكس هتبقى ايكوال كيوبك روت ال 8 هيبقى 2، كيوبك روت ال 125 هتبقى 4. يبقى السوليوشن سيت بتاعنا هيبقى 2 اوفر 2. اسهل حاجه في الدنيا بيبقى موضوع الايه؟ الايكويشنز ده. هو بيقول لي بروف ذات كيوبك روت 17 انكلودد بتوين 2.57 اند 2.58. المساله دي اسهل مساله في الدنيا. همسك انا الثري نمبرز دول اللي هم 2.57 و 2.58 والكيوبك روت 17، هخليها في النص.
ونعمل لهم هم الثلاثه باور 3. طب لو هي سكوير روت 17 نعمل لهم هم الثلاثه باور 3 بس، ده نظامها ثابت في الحل. لو انا عملت الدا باور 3 هيطلع النمبر ده، لو عملت الدا باور 3 طبعا الباور 3 هتلغي الكيوبيك روت هتطلع 17. لو عملت الدا باور 3 هيطلع النمبر ده. انا ملاحظ حاجه ان فعلا ال 17 موجوده بين ال 16 ومعاها حته كده، وبين ال 17 ومعاها حته، يعني النمبر ده يعتبر اكتر من ال 16 ومعاها ديسيمال، واقل من ال 17 ومعاها ديسيمال. فانا بقول له الكلام ده، بقول له سينس ان 16.974 less than 17 less than، يعني ده اقل من ده اقل من ده فعلا، يبقى therefore، يعني معنى صح، سينس ان ده اقل من ده اقل من ده، يبقى therefore برضو ده اقل من ده اقل من ده، therefore 2.57 less than cubic root 17 less than 2.58. والمسائل دي كلها بتتحل بنفس المنظر ده. اتمنى يكون الموضوع اتفهم ان شاء الله.